المثلث ده شكل لذيذ جدا، كل حاجة فيه تلاتة، تلات أضلاع، تلات رؤوس، تلات زوايا، تلات أعمدة، تلات متوسطات. تخيل كده أنواعه بالنسبة لأطوال أضلاعه تلاتة، وأنواعه بالنسبة لقياس زواياه برضه تلاتة. ما تيجوا تشوفوا الموضوع ده بالتفصيل مع بعض، بس الأول في تحت الفيديو زرار بنفس اللون بتاع الحيطة دي، دوس عليه ما تخافش مش بيكهرب. أنواع المثلث بالنسبة لأطوال الأضلاع بقى زي ما قلنا هما ثلاثة. أول نوع منهم المثلث المتساوي الأضلاع، اللي هو المثلث اللي كل أضلاعه قد بعضها، فيه ثلاث أضلاع قد بعض بالظبط، وكمان بيكون فيه ثلاث زوايا قد بعض، وكل واحدة منهم بتساوي 60 درجة. النوع الثاني هو المثلث المتساوي الساقين، من اسمه كده بيكون فيه ضلعين بس قد بعض، والتالت مختلف. الضلع التالت المختلف ده بنسميه قاعدة المثلث، وبيكون الزاويتين بتوع القاعدة دول قد بعض في القياس. النوع التالت هو المثلث المختلف الأضلاع، ولا ضلع قد التاني ولا زاوية قد التاني. أي مثلث مهما كان شكله ومهما كان نوعه دايما بيكون مجموع قياسات زواياه الداخلة 180 درجة. زي ما لاحظت في المثلث المتساوي الأضلاع كان فيه 3 زوايا كل واحدة منهم بتساوي 60 درجة، لو جمعت كده 60 زائد 60 زائد 60 هتلاقيها بتساوي 180 درجة. طيب نتكلم بقى عن أعمدة المثلث. الأول يعني ايه أصلا كلمة عمود؟ عمود ساقط من نقطة على مستقيم، يعني مثلا أنا عندي ده مستقيم ودي نقطة اسمها ألف. العمود هو القطعة المستقيمة الساقطة من النقطة ديت على المستقيم وتعمل معاه زاوية 90 درجة، ده اسمه عمود. اركن بقى المعلومة دي كده على جنب وتعالى نرجع للمثلث. دلوقتي انا عندي المثلث ده ألف ب ج، العمود هو القطعة المستقيمة الساقطة من رأس المثلث على الضلع المقابل ليها، ده كده عمود. وبما ان المثلث فيه 3 رؤوس و3 اضلاع معنى كده ان المثلث برضو فيه 3 اعمدة. ادي عندنا اول عمود، وده كده تاني عمود، وده كده تالت عمود. اي مثلث في الدنيا فيه 3 اعمدة. تعالى كده مثلا ده كده مثلث حاد الزاوية، تعالى كده نشوف المثلث القائم الزاوية. المثلث الف ب ج قائم في ب، عايزين نعرف الاعمدة بتاعته. ماشي، احنا عندنا هنا الضلع الف ج، عندنا ادي كده اول عمود. طب الضلع ب ج فين العمود بتاعه؟ النقطة التالتة اللي هي الف، اروح منزل العمود منها كده فينزل مكان الضلع ألف ب، يبقى الضلع ب ج العمود بتاعه هو ألف ب. طب الضلع ألف ب بقى فين العمود بتاعه؟ ادي النقطة التالتة اهي، اروح منزل عمود منها كده هنا، يبقى الضلع ألف ب العمود بتاعه هو ب ج، والضلع ب ج العمود بتاعه هو ألف ب. وبكده المثلث القائم الزاوية فيه 3 أعمدة. اول عمود اهو واضح اهو، اللي هو اللي طالع من الرأس القائمة على الوتر، والعمودين التانيين هما الضلعين بتوع الزاوية القائمة. طيب المثلث س ص ع منفرج الزاوية في ص، عاوزين نعرف الاعمدة بتاعته فين. اول عمود بسيط جدا اللي طالع من النقطة ص على الضلع س ع بالشكل ده. طيب الضلع ص ع فين العمود بتاعه؟ النقطة التالتة اهي، هنزل العمود كده، يبقى انا اطول ده كده واروح منزل عمود بالشكل ده. طب الضلع س ص ادي العين اهي، اروح مطول ده كده واروح منزل العمود كده، يبقى المثلث المنفرج الزاوية اهو فيه برضه 3 اعمدة. ولو لاحظت في اعمدة المثلث، لما كنا في المثلث الحد الزاوية كان نقطة التقاء الاعمدة جوه المثلث، انما لما جينا على المثلث القائم كانت نقطة التقاء الاعمدة هي الرأس القائمة نفسها. انما في المثلث المنفرج الزاوية زي ما احنا شايفين هنا، لو انا مديت العمود ده لتحت كده والعمود ده والعمود ده هيلتقوا في نقطة خارج المثلث. كل الكلام اللي فات ده كله انت درسته في ابتدائي،
انما المتوسطات بقى هتدرسها لسه في اعدادي، فانا مش هطول فيها، انا بس هعرفك يعني ايه متوسط. المتوسط هو القطعة المستقيمة اللي بتبدأ من رأس المثلث الى نقطة منتصف الضلع المقابل ليه. يعني ايه منتصف؟ يعني النقطة اللي تقسم الضلع لحتتين قد بعض في الطول بالظبط. معنى كده ان المثلث برضه بيكون فيه ثلاث متوسطات، يعني عندنا ده كده متوسط كمان دي قد دي، وده كمان متوسط دي قد دي. ودايما في اي مثلث حد الزاويه او قائم الزاويه او منفرج الزاويه نقطه التقاء متوسطات المثلث بتبقى داخل المثلث. نتكلم بقى عن محيط ومساحه المثلث. محيط المثلث ملوش قانون، هو مجموع اطوال اضلاعه الثلاثه. ممكن بس يكون في حاله المثلث المتساوي الاضلاع طول الضلع في 3 يديك المحيط، ده المحيط. نتكلم بقى عن مساحه المثلث. ومساحه المثلث بتساوي نص طول القاعده في الارتفاع. لو تفتكر من الحلقه اللي فاتت كان مساحه متوازي الاضلاع طول القاعده في الارتفاع، المثلث بقى نص طول القاعده في الارتفاع. طيب في المثلث بقى ايه هي القاعده وايه هو الارتفاع؟ شوف انت ممكن تختار اي ضلع من المثلث يكون هو القاعده، بحيث ان الارتفاع يكون هو العمود الساقط على الضلع ده. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي مثلا في المثلث ا ب ج، انا اخترت الضلع ب ج بحيث يكون هو القاعده، يبقى الارتفاع هو العمود الساقط من ا على ب ج. فلو كان مثلا ب ج ده بيساوي 5 سنتي والارتفاع ده مثلا طلع 4 سنتي، يبقى مساحه المثلث بتساوي النص في طول القاعده ب 5 في الارتفاع ب 4 هيساوي 10 سنتيمتر مربع. طب لو انا اخترت ا ب بحيث يكون هو القاعده، يبقى الارتفاع بتاعي هو العمود الساقط على ا ب من النقطه ج. طيب انا لو اخترت ا ج يبقى العمود الساقط من ب على ا ج هو الارتفاع اللي انا هستعمله في القانون عشان اجيب بيه المساحه. مع كامل الاسف اعزائي المشاهدين الحلقه خلصت. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما تنساش بقى تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو. الحلقه الجايه هي الحلقه الاخيره من السلسله دي، ولكن ما تقلقش لسه في سلسله كمان نتكلم في الموضوع ده اكتر الحلقه دي جايه. سلام.